هذا الشيء إحساس رائع. وفي كل مكان من تروحين بوادي الرافدين رأسا تحسين بهذا الإحساس أنه This is my culture. This is my culture. رجعت لكم بإحنا والناس لأقدم حضارة في العالم. اليوم أنا وياكم في المتحف العراقي. الحضارة شيء جداً مهم، لابد الإنسان أن يتعرف على كل حضارة في بلده. المتحف العراقي اليوم فيه الكثير من الشواهد التاريخية والحضارية، الآشورية، السومرية، البابلية. لابد أن المجتمع العراقي يتعرف عن هذه الشواهد لغرض التعرف على الحضارة العراقية في السنوات السابقة أو القرون أو العقود الماضية. المتحف يضم مقتنيات متحفية جلبت من خلال التنقيبات الأثرية أو المصادر الأخرى كالمبادلة والشراء من واللي أقصد بها الآثار العراقية طبعاً. لذا فإن مخازن المتحف العراقي لم تستوعب بعد تلك المقتنيات التي تردنا من تلك المصادر، لذا توجب على وزارة الثقافة والجهات الساندة لها ببناء متحف حضاري حديث يتطلب تهيئة كافة الإمكانات والمستلزمات الضرورية ليكون بمصاف المتاحف العالمية. إذن قاعات المتحف العراقي في الوقت الحاضر لا تستوعب كل ما يرد إلى المتحف العراقي من مقتنيات. بخصوص الدعم الدولي للمتحف العراقي، احنا دائما نستقبل اعانات ونستقبل دعم. عندنا القاعه الاشوريه هي كانت دعم ومنحه من الجانب الايطالي، عادوا تشكيل خزاناتها وعادوا تصميمها بشكل كامل اللي راح تشوفوها اثناء ما تتجولون بالمتحف العراقي. ايضا الدعم الدولي وصل لنا عن طريق اليونسكو، منظمه الايكروم، هذه كلها تقدم تسهيلات للمتحف العراقي وكل المتدربين يدربوهم على اما على طرق الحفظ او على طرق التنقيب. زيارة حقيقة أثارت شجون كثيرة، أثارت بينا احنا كعراقيين كلنا نحب التراث. يمكن بالماضي نشوف ارتباطنا بالماضي ينطينا فد نوع من الفخر. الهجمة اللي صارت على تراثنا وموروثنا الحضاري كانت هجمة شرسة مدمرة، دمرت معظم آثارنا وتراثنا، كانت مؤلمة جداً. بعد ما دمرت آثار الموصل احنا ردينا عليهم بافتتاح المتحف العراقي. أيضاً الدولة حالياً تعمل على أن تعيد وترمم المدن اللي خربها داعش. أذكر مثلاً متحف البرغمان في برلين، من أهم المتاحف في برلين. من ندخله
أهم حضارة موجودة به هي حضارة وادي الرافدين، وحقيقة ما أعتقد أكو عراقي راح إلى هذا المتحف وشاف بوابة أشتار الحقيقية يعني بتغليفها وما تأثر وما لزمت العبرة. يعني حقيقة هاي إحساس غريب، دائما نقول إنه كنا نتمناها تكون هنانا، كنا نتمنى إنه إحنا اللي نرعاها. إحساس غريب بس بنفس الوقت إحساس بالفخر واعتزاز إنه تشوفين نظرة العالم إلى حضارتك شنو، نظرة جميلة إنه توقفين يم هذه البوابة وتريدين تقولين للعالم تراني من هذا هاي البوابة من حضارتي أنا. نرى أنه زيارات متعددة شملت العوائل العراقية وأيضاً السائحين الأجانب والزوار من مختلف الجنسيات والطبقات الأخرى. احنا على المتحف نشوف الآثار والأشياء الحلوة، الأشياء البراكينة والأشياء الحجارة والكتابات. وختاما، الخائفون من الإبداع قد يبنون مدنا ولكنهم لا يستطيعوا أن يبنوا حضارة.